كنا بشهر ثلاث سارح أخوي بحقل زراعي إنها المزروع للغنم أصغر مني بسنتين فأجت دورية الجيش اللي بعثها مسؤول المستوطن يموش سيفان أجوا أخذوا نزلت على الغنم أطلعها من الحقل اللي بجنبه مش إنه رفعت الجوال برن على أبوي عشان يرن على الصليب إن الجيش أخذ أخوي فلما طلت الجوال برن على أبوي انتبهت للجندي اللي ماسك الجوال من إيدي وضرب فيه كان يضربنا إما على ظهورنا البارودي وإما شراليط على ظهورنا أخذونا على باب المستوطنة ونيمونا على الأرض بعدين ما نيمونا على الأرض كلفشونا وراء بالبلاستيك وبعدين تغمغمونا عيونا وزمونا بالجب وأطلعونا وين أخذونا من عرفش كان الطقس في شهر ثلاث في النهار طقس ربيعي وفي الليل كان سكعة كنا لابسين بلايز نصكم فلما أخذونا هناك كل ما نحكي معاهم كانوا يبلشوا يضربوا فينا جابوا الكلاب وبلشوا يدربوا فينا علينا وإيش عملوا الكلاب؟ كانوا ينطوا علينا خشطونا وضلوا حاجزيننا للساعة واحدة بالليل وكل هذا الوقت ما كانش في سبب ما فيش أي سبب كله بس عشان المستوطن اتصل عليهم تعالوا خذوهم كان في دم طبعا رفضت علينا العائلة وجابونا مواد إسعاف أولية وعملنا يعني تعالجتوا هون؟ فيش لا سيارات هان ولا في عيادة هان وتامنها تيجي السيارة بدها تقريبا ساعتين طالت تطلع فينا ترد ساعتين طالت ترجعنا ساعتين تعودنا على هذا الإشي بس لأول مرة بيدربوا الكلاب علينا فطبعا خفنا كلنا كل ما نضرب الكلاب نزيحهم معهم مربطين نقدر نزيحهم إما في كتافنا وإما نزيح عنهم يضربونا الجنود